داخل القصر شلون كان الوضع؟ احتفال يعني، كان احتفال. و عدي شنو كانت ردة فعله الأولى؟ عدي كان فرحان، خلص أخذناهم سب غلط كذا، شيوخ كذا، ماكو شيوخ بعد الآن، قال نهائيا بعد انتهى يوم الشيوخ. أنا بداخلي كنت أفكر بأنه هذه الخطوة الأولى أو السلمة الأولى لنهاية شيء اسمه بلد العراق. أنا بداخلي، لأن مثل ما طرقت سابقا قلت الكويت صغيرة، بس الكويت عندها علاقات، تحالفات دولية. هذه الفرحة ما راح تكون فرحة، راح تكون خراب على العراق.